تفضل عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي عبد الرزاق اسماعيل من مصابي 25 يناير، واخد طالت خرطوش في عين اليمين، فقدت البصر تماما. اليمين ولا شمال؟ اليمين. وعايز يعني انتهز الفرصه واوجه الشكر لرجال الاعمال وبعض الجمعيات الخيريه. معلش انا اسف ان اقول هذا الكلام، بس لازم اديهم حقهم. طبعا لازم اديهم حقهم، ومهما اقول في حقهم مش هوفيهم اللي عملوه معايا ومع زمايلي، مش انا بس، معظم المصابين. البرشام اللي يومه 50 قرش ما خدناهاش من الحكومه. ايوه عامل 3 عمليات على حساب رجال الاعمال وبعض الجمعيات الخيريه. واللي انا عايز اقوله يا دكتور، انتوا بقى معتصمين، اتفضل. اللي انا عايز اقوله يا دكتور عصام، انظر نظره عطف، بلاش اللي احنا لنا حق، احنا هنحسبها عطف كده بالبلدي. أيوة. انظر نظرة عطف لأسر الشهداء والمصابين. انا واحد من الناس معايا 4 اولاد، انا شغلت ولادي الاثنين، واحد عنده 14 سنة وواحد عنده 11 سنة. يرضي مين دوت؟ يا عصام يا شرف يا مشير طنطاوي يا عبد المجيد محمود يا نائب عام، لو ليك ابن شهيد او مصاب في الثورة مش هتقعد على الكرسي كده تحت التكييف وتسيب اللي يضرب يضرب واللي يقلب يقلب. لو ليك ابن مصاب في عينه وفقد عينه وعنده 4 اولاد بيعولهم، مش هتحط الروتين اللي انت حاطه لاسر الشهداء والمصابين. وانا عايز انتهز الفرصه واقول احنا مطالبنا يعني مش عصيبه للدرجه دي. هم طلبين يا مجلس رئاسه مدني يا مجلس قياده ثوره، اكتر من كده مش عايزين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى سرور من المصابين 25 يناير. مصاب بطلق خرطوش في العين اليمين، وعملت عمليتين في عين اليمين ولسه ناقص عمليتين. طبعا بوجه الشكر برضو رجال الاعمال بوجه الشكر طبعا لبعض رجال الاعمال وبعض الجمعيات اللي هم بصراحه تكفلوا بعلاج المصابين سواء انا او زمايلي، وبصرف العلاج وكعمليات قاموا بكل ده يعني. لكن الحكومة كرعاية أو كاهتمام مفيش، لا علاج ولا عمليات ولا أي حاجة. فأطالب طبعا الدكتور عصام شرف كما قال طبعا زميلي طبعا بنظرة عطف من الدكتور عصام شرف، يعني يرعى المصابين وأهالي الشهداء، لأن احنا في أمس الحاجة دلوقتي. احنا من يوم ما اتضربنا من يوم 28 واحنا قاعدين من شغلنا، كلنا قاعدين في ايجارات، مفيش دخل جاي لنا. فاحنا بنطالب رعايه للمصابين والشهداء. انتوا جمعتوا نفسكم كم واحد؟ احنا كتير، من حوالي كتير 50 واحد يعني، ولسه في عملت رابطه كده جمعتوا نفسكم؟ لا لا، احنا معروفين بتوع القاهره، معروفين بتوع القاهره. فاطالب أطالب أيضا بالقصاص العادل من هؤلاء السفاحين، وأطالب بمجلس رئاسي مدني. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي إبراهيم محمد، مصاب يوم 28 يناير بالضرب المباشر من رجال الأمن المركزي، سببوا لي كسور مضاعفة في جسمي، ولغاية الوقت دوت أنا بتعالج. بس أنا النهارده مش جاي أتكلم عن الصندوق أو عن اللي قاله عصام شرف أو عن الكلام ده كله، أنا جاي بتكلم علشان تحقيق المطالب اللي احنا خرجنا عشانها في ثورة 25 يناير. احنا لغاية النهاردة ما شفناش ولا من المجلس العسكري ولا من مجلس الوزراء اي حاجة تحقق اهداف الثورة. يعني لغاية النهاردة الدكتور عصام شرف ما نزلش قرار واحد ثورجي يعني يلبي مطالب الناس اللي خرجت. احنا مش عايزين نضيع دم الشهداء اللي ماتت، مش عايزين نضيع دم الشهداء اللي ماتت، دم الشهيد اللي مات في رقبة كل مواطن مصري، وفي رقبة المجلس العسكري، وفي رقبة الدكتور عصام شرف. احنا النهارده بنطالب بتحقيق مطالب الثورة. مطالب الثورة كل الناس عارفاها، انا مش هقولها عشان هم ادرى الناس بيها وعارفينها. احنا النهارده الدكتور عصام شرف ما عملش اي حاجة خالص. الدكتور عصام شرف راجل محترم وراجل كويس، انا ما بعيبش في شخصه، لكن احنا بنتكلم ما دام الراجل دوت النهارده في منصب سياسي يبقى انا ليا الحق كمواطن مصري ان انتقده سياسيا. الراجل دوت ما عملش اي حاجة غير ان هو وقف الساعة. يعني الدكتور عصام شرف ما عملش اي شيء خالص غير ان هو وقف الساعه. والمجلس العسكري يعني النهارده يعني يوم الثلاث اللي اتصاب فيه 1100 مصاب وحاجات تانية كتير جدا، ما فيش اي حاجه حصلت خالص اطلاقا. يعني هم مستنيين ايه يحصل تاني عشان خاطر يطلعوا ببيانات
يعني بيانات جذريه وحزميه. احنا عايزين بيانات تحقق مطالب الثوره. احنا عايزين النهارده يبقى فيه وزير داخليه مدني بدل الوزير اللي موجود اللي ما يعني النهارده ما عملش اي شيء خالص، وبل بالعكس يعني فكرنا بنظام القمع ونظام الاستبداد بتاع حبيب العدلي باصابته ال 1100 مصاب يوم الثلاث يوم 28/6 اللي فات. فاحنا النهارده بنطلب من الاستاذ هشام شرف وبنطلب من المجلس العسكري بلاش نساعد الامور لاكتر من كده. انتوا النهارده بتتكلموا لو انتوا فعلا خايفين على مصلحه مصر يعني خدوا قرارات حزميه وثوريه تحقق مطالب الثوره عشان البلد مش مستحمله. البلد يا مجلس العسكري مش مستحمله. احنا النهارده بنطلبكم وبنرجوكم لو انتوا خايفين على البلد خدوا قرارات حزميه يعني تلبي مطالب الثوار اللي خرجت من يوم 25 يناير لحد النهارده الناس المعتصمه. وشكرا.